اجتمع سعاده الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجيه في مقر بعثه مملكه البحرين في نيويورك مع السيد جيسون از رئيس الشؤون السياسيه في اللجنه اليهوديه الامريكيه واعضاء اللجنه جرى خلال الاجتماع التأكيد على أهمية توطيد العلاقات الاستراتيجية التاريخية التي تربط بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية وبحث مجالات التعاون المشترك بين الجانبين لتحقيق الأهداف التي تضمنها اتفاق مبادئ ابراهيم لكل ما من شأنه تعزيز أسس السلام والاستقرار ونشر ثقافة التسامح والتعايش السلمي في المنطقة والعالم. كما جرى بحث مستجدات الأوضاع السياسية الاقليمية والجهود الرامية إلى التوصل إلى حل للقضية الفلسطينية وإرساء دعائم السلام الشامل في الشرق الأوسط وحماية أمن المنطقة واستقرارها